دار السعود حامين أرضه مع سماه والله والله لو يفنى الوجود حنا على الملة عصاه حنا على الملة عصاه تحية ود غذاها الحنين تقدم للصفوة الطيبين لدرع البلاد الحصين الحصين فأهلا وسهلا أسود العرين. أولا نحمد الله عز وجل على هذه الجمعة فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق ونشكر المنظمين على هذا الاجتماع. في الحقيقة يعني أشعر بسعادة غامرة تغمرني هذا اليوم وأشكر الله سبحانه وتعالى اللي يسر لنا هذا اللقاء مع الزملاء. نسأل الله يجمعنا دائما على المحبة والسلام ويا مرحبا وسهلا. ارتداك وانت عنوان الأمجاد وانت خلنا ارتديت المجد يا دار والمجد ارتداك وانت عنوان الأمجاد وانت خلها عشت يا سلمان سقم العدا سلمت يداك العدا من قوة باسك تموت بغلها هلا مرحبا بالإلفونا وبداعي المحبة شرفونا وأنتم كنتم ولا زلتم خير أهل لنا فأنتم فئة ذهبية وعملة ومعادلة صعبة عشنا معكم حياة أنيقة مليئة بالمحبة والوفاء والتقدير والاحترام فأعجز ما يكون الإنسان عن الكلام عندما يقف موقف وهو محمل بالمعروف والجميل تزيد السعادة من غلاكم ويهل الشعر مثل السحايا هلا مرحبا بالإلفونا وداعي المحبة شرفونا إذن اجتماعنا القادم إن شاء الله في المنطقة الجنوبية ولا هي أي ليلة كذا الطيب بأهل الطيب دايم تكاشف بروقه في مخيله تكاشف بروقه في مخيله عسى الله يديم أحلى الليالي ويشارك فرحنا كل غالي وهلا يا ضياء الحفل كله لكم قادر فوق الراس عالي هلا مرحبا بالليل فونا وداعي المحبة هلا هلا لهم بالتراحم وانواع الجمايل على مدحكم فعلوا دلايل كثر الله خيركم وبيض الله وجهكم وإن شاء الله نلتقي في أيام مقبلة وسنين قادمة ونحن بصحة وعافية أخوكم إبراهيم حسن الزهراني أبو عاصم